وفي القناة الأولى ما زلنا مكملين في أجواء برنامج صباح الجزائر، ومن الفقرات الجديدة لتدخل برنامج صباح الجزائر فقرة 100% جزائري، فقرة نفتخر بها بجزائريتنا وبكل ما هو جزائري، بكل ما ألوانه أبيض وأحمر وأخضر. في هذه الفقرة سنقول فخورون جدا بجزائريتنا ونفتخر بكل ما هو جزائري. الفقرة ستكون من تقديم إعداد وتقديم زميلنا هشام اللي نحييه طبعا بالمناسبة. واليوم في أول عدد في فقرة 100% جزائري سنتعرف على شباب شرفوا الراية الوطنية خارج الوطن في مجال التكنولوجيا، وبالتحديد في مجال الروبوتيك التي جرت مؤخرا بكوريا الجنوبية. عادوا بالمركز الأول للجزائر وبالميدالية الذهبية. إنهم شباب الجزائر وفخورون بشباب الجزائر. خلينا نتعرفوا عليهم أكثر مع هشام. مرحبا وصباح الخير لكل من انضم إلينا في هذا العدد من هذه المحطة التي تهتم بكل ما هو جزائري من قصص ونجاحات في جميع المجالات، وحققت شهرة واسعة وطنيا عربيا وحتى عالميا. حديثنا اليوم عن شبلين شرف الجزائر بالمرتبة الأولى عالميا في مجال الروبوتيك بكوريا الجنوبية للمرة الثالثة على التوالي لعام 2022. الجائزة الأولى الذهبية، وعن المجموعة الأولى فاز بها الطفل الجزائري مرجان عبد الرحمن رياض عن نموذج لمطار ذكي، والذي يعرفون عليه أكثر في هذا التسجيل. اسمي هو مرجان عبد الرحمن رياض، تلميذ في مدرسة نيوغيت روبوت. شاركت في المسابقة العالمية للروبوت التعليمي والتي كانت منظمة من طرف كوريا الجنوبية بمشاركة أزيد من 20 دولة. مشروعي كان عبارة عن نموذج لمطار ذكي، الغاية منه هي تسهيل إجراءات سفر وتبسيطها للإنسان لتضمن أحسن تجربة للمسافر، وذلك بدمج روبوتات تجعل من السفر أكثر سهولة ورفاهية، حيث يكون التسيير الكلي للرحلات عن طريق روبوتات. والحمد لله تحصلنا على الميدالية الذهبية. شعورنا بهذا التتويج كان لا يصح، لأننا لم نكن ننتظر هذا التتويج في وجود منافسين ذوي خبرة وذوي مستوى عالي. غايتي في المستقبل هي الاستمرار في هذا المجال بتحسين مستوي فيه لتشريف الجزائر في مسابقات دولية قادمة بإذن الله. وعن المجموعة الثالثة في المسابقة العالمية للروبوتيك، الطفل الجزائري صحراوي عبد الله عن مشروع ذكي لإعادة تدوير النفايات، والذي خصنا بهذا التسجيل. اسمي صحراوي عبد الله، في عمري 15 سنة. شاركت في المسابقة العالمية للروبوتيك في كوريا الجنوبية عن طريق تقنية الميتافيرس. تحصلت على المرتبة الأولى، الميدالية الذهبية، وقدمت مشروعي لمصنع ذكي لإعادة تدوير النفايات. ويتكون هذا المشروع من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو القمامة الذكية التي يتم فتحها وغلقها عن طريق تطبيق موجود في الهاتف المحمول. والجزء الثاني هو عبارة عن درع يقوم بحمل النفايات التي تم إعادة تدويرها ووضعها في مكان مخصص لها. وفي عام 2021 نجح الطفل شهلة بدروح من ولاية سطيف، التي احتلت المرتبة الأولى عالميا وتوجت بالميدالية الذهبية في مسابقة الروبوت العالمية بكوريا الجنوبية، وتفوقت على أبطال عالميين ضمن منافسة علمية والتي شارك فيها 400 متسابق من 17 دولة. بدروح شهلة ابنة 17 عاما، تلميذة بالطور الثانوي بمنطقة بيضابورج في ولاية سطيف، ودخلت هذه المنافسة العلمية عن بعد قبل رفعها التحدي والمشاركة في المسابقة، ثم تلقت تكوينا في مجال الروبوت لمدة دامت سنة كاملة فقط في مدينتها، وبعدها قامت بصناعة روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي أطلقت عليه اسم الروبوت صديق الإنسان، وهو الذي مكنها من الفوز بالمركز الأول أمام منافسين من روسيا وماليزيا. ويعتمد هذا الروبوت الذي جسدته على لعبة OX الشهيرة، وتمكنت أيضا من إنجاز روبوت آخر صغير اسمه سيمولي، له أدوار متعددة يقوم بلعب الجولف وقرع الطبول، شاركت به في القسم الثاني من المنافسة. وهكذا فازت شهلة وعبد الرحمن وصحراوي عبد الله بالمرتبة الأولى عن جدارة واستحقاق، وشرفوا الجزائر في مجال التكنولوجيا بذكائهم وفطنتهم رغم صغر سنهم. صباح الجزائر.